مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. هي جميل وممتاز ورائع أننا نشوف مغاربة اللي عايشين في الخارج يحبوا الوطن ديالهم وفي البلاد ديالهم وعندهم حب الوطن. نقول لكم مهاجر مغربي مقيم في أوروبا ديالها تخصيص الأرض الوطن باش يستجب للنداء الوطني وباش يساهم في التغيير، والحلم ديالو أنه يشوف الوطن ديالو تقدم وازدهار. سيدي، اولا قلتي لي جيتي وبالفضل ديال القنصل اللي بغيتي دمرساي. شكرا شكرا. كنقدم قنصل دمرساي، كنقدم له الشكر الكبير اللي اهتم بينا على حق باحسن تمثيل. انا جيت للمطار، الباسبور ديالي ما كنتش عارفه انتهت صلاحيته، فاش وصلت للمطار لقيت الباسبور انتهت الصلاحيه ديال فرنسا، باسبور فرنسي وباسبور مغربي، والقنصل كان واقف حدانا جا كيراقب بعض هذوك الناس اللي كيسافروا للمغرب، وانا الجاليه وحصل الحظ جا لعندي قال لي مالك ولدي؟ قلت له نعم سيدي، هاش كاين راه الوريقات كلهم ماتوا مع هذا المرض ديال كورونا والانتخابات جايه، وانا بغيت بالحب ديالي بغيت نشارك في هذه الانتخابات الجايه. وراني جيت بلا ما نرد البال، الاوراق راه انتهوا، وهذا هو السبب. السيد جمع الوريقات ودار لي لي سي باسي سور بلاس، كتبوا لي بيديه باليد، مكتوب باليد، كتبوا لي باليد، وقال لي سير ولدي كون هاني من هاد. وجينا والحمد لله راه كل شيء داز بخير، دفعنا الباسبورات ديالنا، حتى المقاطعه ولا العماله داز بخير. هذاك الشيء راه جميل، يعني جميل. ما عمري شفتو انا لاول مره كنلاحظ الاداره ديالنا. الاداره ديالنا تغيرت شي شويه، ولكن اللهم لك الحمد. كارت ناسيونال خديناها في سيمانه، الباسبور حتى هو مازال ما خديناش، ولكن سيمانه غادي يدوز، والحمد لله كل شيء غادي بخير. وصوت يعني هذا التقدم، هذا التقدم هو اللي خلاك انك تزيد، انك خلاك يبقى داك حب الوطن وتجي باش تساهم حتى انت في التغيير الى ما هو افضل. انا فرحان والفرح الكبير بالمجيء ديالي هذه السنه للمغرب. وانا كنتسمى سي بوقرفاد ادريس رئيس الجمعية الصداقة والتعاون الأوروبي بفرنسا، وأمين عام دو لاسوسياسيون إسلاميك دو غومو. تبارك الله. والحمد لله حنا فرحانين لأن الإدارة تغيرت بالمعقول، ولكن المجلس البلدي القديم دمكناس ما تغيرش، باقي هو وما ساعدنا، ما كيساعدنا ما والو، ولهذا جينا نصوتوا باش نديروا الناس اللي بغينا. يعني انتم جيتوا تختاروا الاشخاص، يعني الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم. من بعد ما قلتي ان الثقه ديالكم في المجلس السابق ما بقاتش مفقوده، ما كانش في حسن الظن. لا ما كانش. انتم جيتوا تغيروا خصيصا باش انكم تدليوا بالصوت ديالكم. جينا خصيصا باش ندليوا، هذا هو السبب باش جينا نشاركوا باش نبدلوا، باش على الله وعسى يطلعوا ناس في المستوى. من الناس القدام، الرئيس ما عمر استقبل الجاليه لحدي الان، وانا كنتحداه الى استقبل الجاليه، عمره ما استقبلنا. كنمشيو راه مسافر، راه في البرلمان، راه هذه ما عمر استقبلنا، ولهذا راه حنا جينا باش نغيروا هذا الشيء. حنا صوتنا، عطينا الاصوات ديال الاصوات ديالي وديال المره ديال المدام ديالي وديال العائله، كلهم مشاو صوتوا والحمد لله، ونتمناو الخير. رسالتكم لجميع المواطنين اللي مازال ما التحقوش بمراكز الاقتراع، شنو تقول لهم؟ كنقول لهم التحقوا واعطيوا رايكم، لان هذا هو الوقت باش نغيروا الاشخاص اللي كيضحكوا علينا العام كامل. سيروا بكثافه وصوتوا على اللي بغيتوا واللي نويتوا فيه الخير، هذا اللي نقول لكم. انا ما رشدكم حتى لشي حزب ولا شيء، انا سيروا نتوما على القناعه ديالكم، ولكن غيروا، ما تمشيوش على القديم، سيروا تغيروا باش تغير، لان البلديه ما تغيراتش. يعني كيتم الاستقبال ديالكم من طرف يعني شخصيات اللي هما كالقنصل ورحب بكم وعاونكم يعني فاش كتشوف رئيس الجماعه ديال مكناس؟ ما كانش، ما عمرو كان، ما عمرو استقبلنا وما عمرو كان.
كتمشي لعندهم ما كاينش، راه في البرلمان. وحنا احنا عندنا 4 سيمانات ولا 3 سيمانات خصنا نقضيو فيهم كاع جميع الاشغال ديالنا، مع الاسف ما كان والو. نتمنوا التغيير ونتمنوا على ان المجهودات ديالكم ما تمشيش هباء منثورا، وكذلك كندعيو جميع الجاليه المغربيه اللي مقيمه خارج ارض الوطن تقدر على انها حتى هي تعطي او تدلي بالصوت ديالها من اجل التغيير. شكرا لك سيدي. شكرا لك. ذكرني في الاسم بوقرفاده دريس. شكرا لك سيدي بوقرفاده سيدي دريس. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نقول لكم تحيه لكم وتحيه لكل متتبعي قناه شوف تي في، دمتم بألف خير والى اللقاء.